ونناقش آخر التطورات في الأسواق العالمية مع ضيفنا السيد أحمد عزام، محلل أول لأسواق المال في مجموعة إكويتي. أهلا ومرحبا بك معنا سيد أحمد. تتحرك لدينا العملات بشكل رئيسي على وقع السياسات النقدية لأهم بنكين عالميين، ولكن في انتظار أيضا قراءة بنك إنجلترا لمشهد الاقتصاد البريطاني. فإلى أي حد ربما هذا سيعيق عملية الارتفاع التي وصلها الباوند اليوم مقابل الدولار؟ نعم، صباح الخير رولا وسالي. نعم، عند النظر إلى قرار بنك إنجلترا يوم الخميس، متوقع فيه رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. بالنظر إلى أرقام الاقتصادية فرفع الفائدة مبرر جدا. أرقام التضخم لا تزال مرتفعة في المملكة المتحدة، أعلى من 10%. النمو رولا على ما أعتقد أنه يواجه بعض الصعوبة، 0.1% 10% بالنسبة للقراءة الأخيرة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي. قد تضع للبنك إنجلترا أو المملكة المتحدة بشكل عام اقتصادها في وضع صعب جدا. البحث عن الهارد لاندنج قد يكون في الفترة القادمة مواجهة بالنسبة لبنك إنجلترا. رفع الفائدة 25 نقطة أساس وارد جدا، عضوين من الأعضاء قد يصوتوا على تثبيت الفائدة. بعض الانقسام بدأت تظهر ملامحه في مجلس بنك إنجلترا من ناحية سلوكية بالنسبة للمجلس نفسه. التأثير قد يكون بعض الشيء كردة فعل أولية قد تعطي بعض الآمال بالنسبة لبنك إنجلترا بناء على نبرة بنك إنجلترا أو محافظه أندرو بايلي. فقد تعطي الباوند أو الجنيه الاسترليني بعض اندفاعات نحو مستويات 1.26، ثم بعض التوجهات السلبية عندما تبدأ الأسواق تسعر عملية دخول الأسواق في النمو الاقتصادي السلبي بالنسبة لبنك إنجلترا. على ما أعتقد قد تكون وجهة صعبة بالنسبة لبنك إنجلترا في السيطرة على أرقام التضخم المرتفعة جدا والاستمرار بعمليات رفع أسعار الفائدة، خاصة أن أسعار الفائدة تجاوزت 5% بالنسبة لبنك إنجلترا. فعلى ما أعتقد أن الوجهة أو التحركات القادمة بالنسبة للجنيه الاسترليني قد تكون عرضية بعض الشيء رولا. نعم أحمد، يعني ما لاحظناه اليوم أيضا بعد الدعم الذي اكتسبه الدولار أيضا نتيجة تقرير الاستقرار المالي الذي سمعناه والذي أكد على صحة القطاع المصرفي الأمريكي، لكن نحن اليوم أيضا خلال هذا الأسبوع ترقب لبيانات التضخم وأيضا بالنسبة لمسألة سقف الدين، هذه العاملان كيف سيكون تأثيرهما أيضا على تحركات الدولار؟ نعم سالي، عند النظر إلى التقرير نفسه بكل تأكيد الحكومة الأمريكية وزارة الخزانة قد نوهت بأن الوضع المصرفي يعتبر جيد جدا، لكن بالنظر إلى إمكانية الفشل المصرفي أو العدوى المصرفية في الريجنال بانكس أو البنوك الصغيرة، قد تواجهت بالفترة الماضية قد واجهت بشكل كبير البنوك الأمريكية. التقرير نعم قد نوه أن الوضع المصرفي جيد، لكن بين السطور هناك انخفاض بالنسبة للقروض التي قد يدفع بإمكانية انخفاض النمو في الفترة القادمة، مما قد ينعكس سلبا بالنسبة سالي بالنسبة للقراءات النمو في الفترة القادمة. 1.1% قراءة النمو في الفترة الأخيرة أو الربع الأخير قد تتجه بالضعف في الفترة القادمة، قلة القروض يعني قلة الإنفاق، بالتالي الضعف في النمو الاقتصادي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، مما قد يدفع الفدرالي الأمريكي بإيقاف أسعار الفائدة، والتي قد تعتبر كما ذكرنا سابقا بأنها قد تكون موازاة بالنسبة لرفع أسعار الفائدة مرة واحدة بتأثيرها طبعا على النمو الاقتصادي. فبالتالي بوزنج أو التوقف عن رفع أسعار الفائدة مع عملية الفشل المصرفي بالرغم من طمأنة الاستقرار المالي أو تقرير الاستقرار المالي، مما قد تدفع الدولار الأمريكي لتوجهات عرضية في الفترة القادمة. على ما أعتقد قد تكون ميل سلبي أكثر في الفترة القادمة مع توجهات الأسعار أو توجهات العقود الآجلة لتسعير إمكانية تخفيض الفائدة في الفترة القادمة، التي على ما أعتقد أن الأسواق قد بلغت نوعا ما بالنسبة لتسعير إمكانية تخفيض الفائدة مرتين في العام الحالي سالي. طيب أحمد، سبق لدينا الحديث اليوم عن أيضا الذهب. الذهب وجدناه مستقطب أو ممتص للصدمات نوعا ما في الآونة الأخيرة، وجدناه أيضا يحتوي التضخم ومخاوفه. هل أي قراءة قادمة أيضا عن مستويات التضخم أو عن بيانات محبطة هذه إشارة إلى عودة الذهب ليسجل لدينا أيضا المزيد من الارتفاع؟
نعم رولا، بالنظر إلى الذهب فتاريخ واسع جدا بالنسبة للجوء إليه وقت الأزمات الاقتصادية. على ما أعتقد أن أزمة الفشل المصرفي كانت دافع كبير بالنسبة لاستثمار الذهب في الفترة الماضية، بالرغم بأن رولا تقرير بالنسبة للدول التي قد استحوذت على الذهب، على ما أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت أقل الدول التي استحوذت على الذهب في الفترة الماضية. قد يكون تخلي بعض الشيء عن احتياطات الذهب مع الأسعار المرتفعة. تقارير أخرى قد ذكرت بأن جي بي مورغان لديها العديد من عقود البيع بالنسبة للذهب، قد يكون مبرر أساسي عدم ارتفاعات الذهب في الفترة الماضية. ارتفاعاته أعلى من الريكورد أو الرقم التاريخي في الفترة الماضية، كانت مهمة جدا عندما نبررها أيضا بحمولة جي بي مورغان أو بالبوزيشنز التي قد اتجهت إليه جي بي مورغان. نعم، بالنسبة للأرقام القادمة، التضخم، تسعير الفوائد بالنسبة للفدرالي الأمريكي، حتى تخفيض أسعار الفائدة من جهة أخرى لها أساس ولها وزن كبير جدا على أسعار الذهب. عندما نبدأ ونسعر تخفيض أسعار الفائدة بشكل على ما أعتقد يتجه به الأرقام الاقتصادية، أي بأن النمو الاقتصادي عندما يتجه إلى أرقام سلبية، على ما أعتقد الذهب قد يأخذ ميزة إضافية، قوة إيجابية في التداولات الأخرى. لكن نحتاج إلى متابعة أرقام اقتصادية، أقصد هنا طبعا دخول النمو السلبي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، لتسعير تخفيض الفائدة بشكل أكبر. نعم، أحمد عزام محلل أول لأسواق المال في مجموعة إكويتي، شكرا على كل هذه التفاصيل.